شغل جامد. اه اه مركز كويس وبتنام بدري. انا غلطت بدايه، انا غلطت في التشكيل بصراحه. كان عندي هو خلي بالك حط صلاح كده في السكراتا وبتاع، حطيت صلاح في اخر لحظه. بس انا كان عندي كوستاني ده بتاع، بس انت السنه بتاع ليستر انا غبي انه حطيت صلاح. انت ما شدتش انا خشت على الفك انت وقمت مكنفه بجيبك. هو عارف انا قلت انا قلت السنه دي هي صلاح هيبقى كويس في الاول وما خيبتش ظني فعلا وجاب ثلاث اجوان وعمل بدايه. انت عارف الناس السنه اللي فاتت برضو اول ماتش كنت حاطط ستيرلينج كابتن وجاب لي ثلاث اجوان. كل ما اقول يا ريتني كنت حاطط تريبل كابتن. يعني السنه دي هتتعادل معايا بالعافيه برضو. لا ما تنساش نظبط. انا لعلمك عارف ايه اللي انا استغبيت فيه بصراحه، ان انا عندي رامز الجون بتاعي من شيفيلد وحاطط ايجن باك من شيفيلد وانا عندي كاستانيا بيلعب مع ليستر بيلعب مع ويست روم، يعني كان لازم احط وجاب 14 نقطه جاب جون واخد بونص وبتاع. بس انت بتتميز ان انت دايما انت دايما لا طلع الاغنيه مش مركز بصراحه. انت هتكسب لو هي عملوا لعبه بالامنيات. لا 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 انا ما ركزتش فعلا. بس خلي بالك لو انا بسمع بقالي سنتين منك لو انا عملت ليه سنتين من السنه اللي فاتت. على فكره انا السنه اللي فاتت اول خمس جولات ما كابتن ميدو يعني العالمي ما جاش. هو ما كانش بيجي اصلا احيانا. فانا خدته خمسه ورا بعض يعني. كنت باجي بجسمي بس. انا عقلي ما كانش موجود. انا السنه دي انا موجود بعقلي وبجسمي.